السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين الثاني من سلسلة التمارين درس المعادلات والموجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا نبدأ بأول معادلة. إذا قبل ما نبدأ بالمعادلة غادي نحاول نشوفوا التوزيعية، يعني النشر. كيكون عندنا نشر جداء على هذا الشكل، يعني عدد في مجموع عددين. إذا القاعدة كتقول بأن A مضروبة في B زائد C تساوي ماذا؟ تساوي A في B زائد ماذا؟ A في C. إذن كنضربو العدد، هذا العدد هذا كنضربوه في العدد 2 وفي العدد ناقص X. إذن نحاول نضربو العدد بالإشارة ديالو، يعني نستعملو يعني إشارة العدد. إذن عندنا 3 في زائد 2 هي 6 و 3 في ناقص x، إذن هي ناقص 3x. الحالة الثانية عندنا ناقص 3 في ماذا؟ في x، هي ناقص 3x. ناقص 3 في ناقص 5، إذن ناقص 3 في ناقص 5، ناقص في ناقص زائد، إذن 3 في 5 هي 15. إذن هذا هو النشر، هذا التعبير. إذا نبدأ بأول عملية. إذا ملي كيكون عندنا أقواس دائما كنزول الأقواس. إذا كنزول الأقواس يعني كندير النشر. إذا لدينا يعني شنو غادي ننشرو؟ عندنا 3 في 1 هي 3، و 3 مضروبة فاش؟ في ناقص x، هي ناقص 3x تساوي 2x. إذا حيدنا الأقواس، الخطوة الموالية هي تجميع الأعداد المجهولة في الطرف الأول للمعادلة والأعداد المعلومة في الطرف الثاني. إذا عندنا ناقص 3x عدد مجهول، وعندنا 2x. إذا ناقص 3x، 2x كنجيبها جهة للطرف الأول للمعادلة. إذا عندنا 2x غترجع ناقص 2x، و 3 غادي نديها للطرف الثاني. إذا كانت عندنا زائد 3 هترجع ناقص 3. إذا ناقص 3x ناقص 2x هي ناقص 5x تساوي ناقص 3. إذا عندنا ناقص 5 مضروبة في x، دونك عندنا جداء. إذا ملي كيكون عندنا جداء كنقسم على المعامل ديال x. إذا x تساوي ناقص 3 مقسومة على ناقص 5. إذا العدد السالب على العدد السالب كيعطينا عدد موجب. إذا 3 على 5 هو حل هذه المعادلة. المعادلة الثانية بنفس الطريقة. إذا كنحيدوا الأقواس، إذا كنديروا النشر. إذا 4 في 2 x، إذا 4 في 2 x و 4 في ناقص 1 هي ناقص 4 في 1 اللي هي 4 تساوي 3x زائد 5. إذا يعني 4 في 2 x، إذا كنضربوا العدد المعلوم في المعلوم، يعني 4 في 2 هي 8. إذا 8x ناقص 4 تساوي 3x زائد 4. إذا الأعداد المعلومة كنديوها للطرف الأول، والأعداد الأعداد المجهولة كنديوها للطرف الأول، والمعلومة للطرف الثاني. إذا 8x، إذا كانت عندنا 3x في الطرف الثاني غترجع ناقص 3x. كانت عندنا ناقص 4 ديناها للطرف الثاني غترجع زائد 4. إذا غنجمعو الأعداد المجهولة، 8x ناقص 3x هي 5x، و 4 زائد 5 9. إذا عندنا 5 في x. إذا هنا بغي نتخلصو فقط من العدد 5، وعندنا ضرب. إذا ملي كيكون عندنا الضرب كنقسمو على المعامل ديال x، إذا كنقسمو على 5. إذا 9 على 5، إذا 9 على 5 هو حل هذه المعادلة.
الآن عندنا أقواس في طرفي المعادلة، إذا كنحيد الأقواس. إذا سا إكس مضروبة في واحد هي سا إكس، سا إكس مضروبة في ناقص إكس، سا إكس مضروبة في ناقص إكس، إذا هي ناقص ستة إكس في إكس، إذا إكس مضروبة في إكس هي إكس مربع، إكس أس اثنان، إذا هي سا إكس أس اثنان تساوي ناقص ثلاثة إكس، دائما العدد بالإشارة ديالو، إذا ناقص ثلاثة إكس مضروبة في جوج إكس، إذا كنقولو ناقص ثلاثة إكس في جوج إكس، إذا الأعداد المعلوم في المعلوم ضرب تبادلي، إذا هي ناقص ثلاثة في جوج أي ناقص ستة، و إكس في إكس هي إكس مربع أي ناقص ستة إكس أس اثنان. ناقص ثلاثة إكس مضروبة في زائد جوج، إذا ناقص ثلاثة في جوج هي ناقص ستة إكس، ناقص سبعة. إذا دابا غنحاولو نبسطو الكتابة، إذا الأعداد المجهولة غادي نديها الطرف الأول، إذا عندنا ستة إكس ناقص ستة إكس كاري، إذا هاد ناقص ستة إكس كاري غنديها كذلك الطرف الأول، إذا كانت ناقص ستة إكس كاري غترجع زائد ستة إكس كاري، كذلك ناقص ستة إكس حتى هي غادي نديها للطرف الأول غترجع زائد ستة إكس تساوي، غتبقى لينا في الطرف الثاني فقط العدد سبعة أو ناقص سبعة. إذا هنا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بأن ناقص ستة إكس كاري زائد ستة إكس كاري هادو عددان متقابلان، إذا المجموع ديالهم تساوي لنا صفر، إذا ستة إكس زائد ستة إكس كيعطيني 12 إكس تساوي ناقص سبعة. إذا هنا خصنا نتخلصو من العدد 12، إذا مادام عندنا الضرب إذا غادي نقسم على العدد 12، إذا ناقص سبعة على 12، وبالتالي ناقص سبعة على 12 هو حل هذه المعادلة. المعادلة الموالية بنفس الطريقة، عندنا واحد التعبير كيساوي لنا صفر، إذا كنشرو، إذا خمسة، هنا انتبه للإشارة، إذا عندنا ناقص ثلاثة إكس أو ناقص ثلاثة مضروبة في إكس، ناقص ثلاثة في إكس هي ناقص ثلاثة إكس، ناقص ثلاثة في زائد أربعة، ناقص زائد يعني ناقص، إذا ناقص ثلاثة في أربعة هي 12 زائد 7 إكس، إذا النشر عندنا غير في هذا الجزء هذا، عندنا زائد، إذا تساوي صفر. إذا شنو غادي ندير هنا؟ غنجمع الأعداد المعلومة والأعداد المجهولة، إذا عندنا ناقص 3 إكس زائد 7، ناقص 3 زائد 7 هي 4 إكس، 5 ناقص 12 هي ناقص 7 تساوي صفر. إذا ناقص سبعة كنديها للطرف الثاني كترجع زائد سبعة، عندنا أربعة في إكس، إذا خصني نتخلص من ربعة يعني خصني نقسم عليها مادام عندنا الضرب، إذا سبعة على أربعة هو حل هذه المعادلة. المعادلة الموالية كذلك بنفس الطريقة، عندنا مجموعة من الأقواس، إذا خصنا نحيد الأقواس، إذا كندير النشر، إذا نبدأ بأول النشر، إذا عندنا جوج في ثلاثة إكس، إذا جوج في ثلاثة هي ستة إكس، جوج في زائد ثلاثة هي زائد ستة، هنا ننتبه للإشارة، ناقص أربعة في سبعة هي ناقص 28. ناقص 4 في ناقص إكس، دائما العدد بالإشارة ديالو، إذا ناقص 4 في ناقص إكس هي ناقص في ناقص زائد، إذا هي 4 إكس تساوي 5 في إكس هي 5 إكس، 5 في زائد 2 يعني زائد 10. إذا دابا كنحاول نجمع
الأعداد المجهولة اللي كاينة في هذا الطرف بعضياتها والأعداد المعلومة كذلك. إذا عندنا 6x زائد 4x هي 10x، 6 ناقص 120 ناقص 22 تساوي 5x زائد 10. دابا الأعداد المجهولة غادي نديها للطرف الأول والأعداد المعلومة غادي نديوها للطرف الثاني. إذا 10x كانت عندنا 5x ديناها للطرف الأول أترجع ناقص 5x، كانت عندنا ناقص 22 ديناها للطرف الثاني غترجع 22. إذا 10x ناقص 5x هي 5x، و 22 زائد 10 هي 32. إذا x تساوي، حنا عندنا جداء يعني ضرب 5 في x، إذا كنقسم على العدد 5، إذا 32 على 5، وبالتالي 32 على 5 هو حل هذه المعادلة.